إذا في فقرة إشارة واستشارة كالعادة راح نسقسيكم أنتوما وأحيانا نسقسي سائقين، اليوم نسقسيكم أنتوما، فتابعوا معنا الأسئلة باش يعني تجاوبوا عليها ملاح. السؤال الأول، ماذا تعني هذه العلامة؟ واحد، الارتفاع محدد. اثنان، العرض محدد. ثلاثة، السرعة محددة. مهلة للتفكير. حقيقة الجواب الصحيح هو رقم ثلاثة، هذه السرعة المحددة. ممنوع علينا نفوتوا 30 كيلومتر في الساعة. ربما البعض منكم شاهد الصورة الخلفية اللي يعني بالعاني درتها لكم تاع الجسر يعني او النفق صغير، كاين قال وبزاف ربما الارتفاع محدد، نو ما عندهاش علاقة. اما هذه الإشارة اللي راهي امامنا هي السرعة محددة، فيتاس ليميتي. روحوا الى السؤال الموالي، شاهد الصورة. في هذه الحالة هل امر؟ اثنين، اتوقف؟ ثلاثة، انتظر؟ مهلة للتفكير. حقيقة الجواب الصحيح هو رقم واحد، نعم أمر يعني نجوز. علاه نجوز؟ لأنه كاين إشارة ضوئية ترفقها إشارة يعني إشارة مرور تحتها اللي هي قف، وإشارة ضوئية راهي مشعولة، وكي تكون إشارة ضوئية مشعولة حاب يقول نتبعوا الضوء، البلاكة ما نشوفوهاش. كيف الضوء شاعل وخسرنا عليه الكهرباء وكلش باش ما نتبعوش، دونك مادام الضوء شاعل نتبعوه هو واش يقولنا. ما قال ستوب يقول لك احبس، بصح الضوء الاخضر يقول لك جوز، حاب يقول هنا نتبعوا الضوء ومنه امر. دونك انا امر واكيد اللي منه منا يستناو الضوء الاحمر نتاعهم. نروحوا الى السؤال الموالي، شاهدوا الصوره. ماذا تعني هذه العلامه؟ واحد، حذاري السقوط من الجسر. اثنان، طريق ينتهي إلى رصيف بحر أو نهر. ثلاثة، حذاري دخول الميناء. مهلة للتفكير. الجواب رقم اثنين هو طريق ينتهي إلى رصيف بحر أو نهر. حاب يقول إلا تكمل في الطريق هذه أكيد راح تتلاقى مع يعني ميناء صغير فيها البحر ولا تاع الواد، دونك الا راك رايح تصيد اونجاجي روح ما شاك راح دير والو عاود ولي، دونك حذاري طريق ينتهي الى رصيف بحر او نهر. نروحوا الى السؤال الموالي، شاهد الصوره. هذا معلم. واحد، المنعرجات. اثنان، مفترق الطرق. ثلاثه، تحديد الطريق. مهله للتفكير. حقيقة كما شفناه في حلقة ماضية هذا معلم مفترق الطرق، باليز انترسيكسيون. حاب يقول احيانا الانترسيكسيون يعني مفترق طرق ما يبناش، طريقة بلا ما تبناش الانترسيكسيون. دونك هذو المعالم اللي يخرجوا من الارض تحدد يعني مفترق الطرق. دونك حاب يقول الى لحقت عنده ما كاش اشارة اخرى هنا راح نطبق الاولوية اليمين. دونك كيفاش نعرف بلي كاين انترسيكسيون؟ احيانا ما يبانيش، يبان لي يعني بوجود معلم مفترق الطرق. نروحوا الى السؤال الموالي، شاهد الصور. هذه الاشاره من اي صنف؟ واحد، من الاشارات العموديه. اثنان، من الاشارات الافقيه. ثلاثه، من الاشارات الارضيه. مهله للتفكير. حقيقة الجواب الصحيح هو رقم اثنين، شفناها في أول حلقة في موسم الخامس لهذا الموسم، وشفنا باللي الإشارات الأفقية هي الطلاء يعني اللي في الأرض، يعني الصبيغة اللي موجودة اللي في الأرض، كما هذا السهم اللي راكم تشاهدوه، كما خط متقطع، خط مستمر، خطوط الحافة، أسهم الانحياز، وهناك عدة يعني إشارات أفقية. دوك هذا الأسهم اللي راهي بالطلاء في الأرض يعني مصبوغة في الأرض، هذه تصنف مع الإشارات الأفقية. كانت